اليوم جيتكم بهذا الفيديو خاص بتزيين هذه الأقلام، الأقلام الملونة ولا أقلام رصاص، ولا نزينهم بهذا الحوايج، هذو الطرشونات هذو ولا وشيا. عندي أورانج وعندي موف، حبيت دوك نشارككم هاد العمل ومن بعد لكم الفيديو. هاي بعد ما قطعت هادو الشريطة ندير لهم هكذا، ندير لهم هكا نبرمهم. هذا العمل الاول، هذا نها دو كولور، درت مع عبارة عن هكا الشريطة طويلة ونبرمهم هكذا. ها ها هكذا نبرم حتى الاخر، نبرمهم هكا هكذا. يعني عمل سهل جدا، اي واحد ما درك بنتين مدهالها تعرف ديرهم هكذا، نبرمهم وفي الاخير نلصقهم. ها ها خلصتها في الاخير، كش ما تبقى حاجه هاني نقصها. ونجيب شمع بيستولي ونلصقهم هكا في الاخير، نلصق هذا العمل هكذا، نلصقهم وهاني نخليه هنا. وبعد نهز قلم اي واحد من الاقلام، ندير هكا درت الشريطه تاني ونبرمهم هكذا. شوفي شوفوا هكا هكا، ونقص مش حاجة بزاف، ديروا هكا ونقص نجيب هذه بيستولي ونلصقها. هاهي لصقت بيستولي، الميزة تاعها تلصق ليه ليه، تلصق ليه ليه. نقص منها شوية بعد نزيد، تجي شريط طويل عريض هكا هكذا. ما نعملها قدامكم، ومن بعد نجيب البيستولي هكذا وندير هك بالطول حتى الشم، ونحطو هكذا ديكور للأطفال. ها هكذا. ومن بعد ما زلت ندير التزيين، ومن بعد نوري لكم الفيديو. دونك هاني جبت شريط صغير هكا، نعدلو هادو الجوانب تاعو هكذا، ندورو هكذا، ندورو هكذا هكذا هكذا، ها ندورو، نديرو تدويرة هكا، ندورو، نعدلو بيه، ومن بعد نحطلو اللصقة، ها، نديرو كوم بابيون. هكذا بعد نعدلو مليح ونديرلو هك شوية بركا غير شوية تاع اللصقة، هكذا ونزيد كيما ندير قدامكم باه نعطيكم الطريقة. ما تقولوش دير هكا ولا ما بليش.
هكا ها بابيون بون بابيون ديكور ها نعدلوها بيدينا نعدلها مليح هم تعود حاجة صغيرة ما تقدريش تتحكمي فيها شوية ولكني العبد دوك الريدمة أرتبها شوفوا شوفوا راني أرتب فيها هكذا وهذا هو الشكل الأخير هكا العبد يكتب به نمدوه الأطفال تاعنا باهيين منهم يلعبوا سيكو تاع التحضير سنة أولى تسمى تجيهم حاجة جميلة جدا زي اللعب هذه الأول هذا بالشكل الأول ومن بعد نولي لكم الفيديو نزيد ندير لكم الشكل الثاني ها هو النموذج الثاني درتو نعاودو قدامكم الطاحونة هذه ها ها السمين هكا ومن بعد نجيب انا هذا ديري عشوائي هكا دائرة عشوائية فقط هكذا يقولوا كيما يقولوا اشغال يدوية ديري حاجة عشوائية تخرج لك مليحة ها هكذا وتحطي لها شوية شمع ها استولي ديكورش جميل جدا ها للأطفال ومن بعد نجيبو هذا ندورو هنا هك كيما كبير ندورو هنا باه نقدرو وين نلصقوه باه عندنا وين نلصقوه فهمتو هكذا هكذا هاك هاي تلصق ليه ليه نزيد ثاني نزيد مرة أخرى هكا نزيد المرة الأخرى باش تجعها أون بوند كبيرة عريضة في السما باه تحكم العمل تاعنا هذا ويجي جميل جدا يجي منظم ويجي يجي متحوف كما نقولوا احنا بالدارجة يجي متحوف ماشي ناقص من بعد هاني نزيدو نديرو لا ميم شوز نديرو له الشمع نزيد نركب وحدة نبقى نركب شمعة اتسكيتي معايا لحي اتسكي خلاص هكذا باه تحكم مليح هكذا ها والعمل تاعنا ها ساجي ها هم تسمى زوج موديلات مازال تالت من بعد نولي لكم الفيديو ها النموذج الثالث ها ها وكيف درتو ديجا من قبل درتو تتني هكا هذا ما يقولوا هذا ما بيليش طرشوني هذه ولا القماش هذا
وديرو لهنا اللصقه وتقصيه بالمقص هك طق 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 ودوريه كيما هك شوف وتبرميه هكا شافي شوف كيف تبرميه انا درتو كبير ونقصت فيه هكا تبرميه وتعدلي له هاد الجوانب. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ينال رضاكم ويعجبكم، وديروا اللايكات والشير وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من عندي، وديروا لي تعليق حبيباتي، ونشكركم بالبزاف على التعاليق اللي وصلتني، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.